السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم يا أصدقائي. معكم أيوب من قناتي بإندي جيمز، واليوم أتيت لكم بمود جديد. وفي هذا المود سأعرفكم على أخطر 5 أماكن في جي تي اي سان أندرياس. لا أنصحكم يا أصدقاء أن تذهبوا إلى ذلك المكان إن لم تكونوا مستعدين وجاهزين له جيدا، فلا أنصحكم أن تذهبوا إلى ذلك المكان. حسنا يا أصدقاء، سأريكم تلك الأماكن بسرعة. الأماكن هي هذه. حسنا، هذا المكان الأول، نعم، وهذا الثاني. ولا يوجد عينان، وهذا الخط يشبه الفم، لأن هذا المكان مبتسم. حسنا، هذا المكان الثاني، المكان الثالث، المكان الثالث أيضا بالقرب منه. أيوة نعم، من هنا، هذا هو المكان الثالث. الرابع يوجد هنا، والخامس يوجد هنا. حسنا، أنا سأبدأ من هذا المكان البعيد. سأبدأ من هذا المكان البعيد جدا. حسنا، إذا سأنزل هنا. أوكي يا أصدقاء، الآن كما ترون فأنا معلق فوق منزل سي جي، لأن العصابة لا تتركني وشأني لكي أصور براحة. في لهذا الآن، بعد الآن أن قمت بمقدمة جيدة، الآن سوف أري قوتي. رأيتم، بضربة واحدة قتلتهم. جميل، حسنا. أوكي، بالنسبة لمود السيارات والأسلحة وإلى ما غير ذلك، فسوف أخصص حلقة خاصة له، وفي كل حلقة سوف أعرض لكم فيديو عن مثل مود شريط الدم الطويل، فسوف أعمل له حلقة خاصة. كذلك مود السيارات ومعه الأسلحة سأعمل له أيضا حلقة خاصة، هكذا لكي لا يزعجني أي أحد مرة أخرى ويقول لي يا أيوب كيف تقوم بتركيب مود شريط الدم الطويل. فهذا أعاني منه كثير في التعليقات يا أصدقاء، رغم أنني شرحته عدة مرات. حسنا، المهم، بينما نحن ذاهبون أريد أن أقول لكم شكرا، شكرا لكم يا أصدقاء على دعمكم الأخير والرهيب جدا يا أصدقاء. كنتم حقا أصدقاء أوفياء ورائعين جدا. لقد وصلنا إلى أكثر من 10,000 صديق في القناة، فهذا إنجاز كبير جدا يا أصدقاء. شكرا لكم يا أصدقاء، شكرا لكم على دعمكم الجميل والرائع. وأتمنى أيضا إذا أعجبكم هذا الفيديو يا أصدقاء، فلا تنسوا دعمنا بلايك، وأيضا إذا لم تكن مشترك في القناة فأنصحك يا صديقي أن تشترك في القناة لتنضم إلى عائلتنا الصغيرة. 10,000 هي كبيرة بالنسبة لي، لكن في اليوتيوب لا تساوي شيئا يا صديقي. ف10,000 في اليوتيوب فهي لا شيء. أما بالنسبة للفيديو الذي سوف أشكركم فيه يا أصدقاء، رغم أنني مهما فعلت ومهما قدمت لكم ومهما قلت، فلن أستطيع أن أشكركم أو أن أرد حتى القليل مما أعطيتموني يا أصدقاء. فشكرا، شكرا لكم. هذا الفيديو أحببت أن أقوم به فقط لكي أشكركم ولأعبر لكم عن سعادتي وشكري لكم يا أصدقاء، عن ما قدمتموه لي يا أصدقاء، وعن دعمكم الجميل والرهيب كذلك. إن شاء الله قد أرفع لكم ذلك الفيديو اليوم، أي في نفس اليوم الذي سأرفع فيه هذا الفيديو، أو غدا إن شاء الله، أي بعد يوم واحد من هذا من يوم الذي سوف ينزل فيه الفيديو. حسنا يا أصدقاء، نلتقي في ذلك المكان. وأخيرا اقتربنا من المكان المطلوب. حسنا، هذا هو المكان. أوه، لقد ظهرت الإشارة. هذا هو، ها هو الوحش. يا سلام، أيوه. أوه، أهرب أهرب
اهرب 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 اهرب. هذا من بين الاماكن الخطيرة يا اصدقاء. وهذا الشخص وهذا رأيتم، لهذا قلت لكم قتله صعب جدا يا اصدقاء. لولا لم اضع الاكواد والموضات الاخرى فلن تستطيع قتله بسهولة يا صديقي. لهذا الان سوف نتجه الى المكان الثاني. هذا مكان خطير جدا، ولقد تخلصنا، قمنا الآن بإزالة الخطر من هذا المكان. الآن سوف نتوجه إلى المكان الثاني ونركب سيارة المتوحشة. حسنا، المكان الثاني القريب منه أين يوجد؟ حسنا، هو هنا. المكان القريب منه يوجد هنا، وأنا أعتقد أننا سآتي إلى هنا. سآتي هنا طبعا. حسنا يا أصدقاء، وأخيرا وصلنا إلى المكان المطلوب. هذا هو. حسنا، سأضعك هنا أو سأضعك بجانب الطريق حتى أعود إليك. سأضعك هنا حتى أعود إليك، وأتمنى أن لا يسرقك أي أحد. اوكي، اذا سمعت انها في هذا المكان خطير جدا. هذا المكان من بين اخطر الاماكن في جي تي اي سان اندرياس. سمعت انه هنا يوجد وحش اخر او سفاح او لا اعلم، وهو خطير جدا، والتسكع هنا بالليل او حتى بالنهار فهو خطير جدا. إن لم تكن مسلح مثلي تكون جاهز، فقد تكون هذه نهايتك. إذن حتى الآن لم أرى أي شيء. أوه حسنا، ها هو. لقد أتى، لقد أحس بوجودنا. أوه ما هذا الشخص؟ هذا ليس وحشا كما سمعت، لكنه سفاح مرعب. واو، انظر، لقد أصبته إصابة بليغة جدا. انظر انظر إلى دمه. واو هذا مخيف. اهرب 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 اهرب. أريد أن أتسلم قليلا، لكن لقد اختفى. واو، لقد اختفى هذا السفاح، اختفى هذا السفاح. حسنا، ها هو، لقد ظهر من جديد. اعتقدت انني قتلته. واو ما هذا الشخص؟ هرب 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 هرب. بوم، ويا سلام. حسنا، تخلصت منه، والان نغادر هذا المكان قبل ان يظهر وحش اخر. حسنا يا أصدقاء، المكان التالي كم مررنا الآن؟ مررنا بمكانين، نعم. الآن بقي لنا هذا الثالث. هذا المكان الثالث هنا، يوجد هنا، سوف نذهب إليه ثم أعود إليكم. وفجأة حل الضباب يا أصدقاء، الضباب يعم المكان، مما يعني أن هناك وحش هنا فعلا. أوكي، سننزل، سأستخدم هذا السلاح. نعم سأستخدم هذا، أريد أن أجربه، وسأدخل هذا النفق. لكن المكان مظلم هنا، لهذا سأحتاج إلى نظارة. ايوه هذه، هكذا، واستخرج السلاح هذا. حسنا، حتى الان. انني ارى شيئا هنا، ما هذا؟ ايوه، لا يتحرك، لا أعلم لماذا.
ايه انا هنا يا وحش يا وحش، تعال انا هنا. هذا الوحش. واو، انظر الى وجهه المرعب. يا الهي هذا مخيف. واو، وحش على شكل بشر. اوه، نحن نقف فوق السكة الحديدية للقطار وقد يدهس القطار هنا. نحن نغامر. حسنا، هذا الوحش مسالم ولا أعتقد، أم أنه ليست لديه رغبة لكي يقاتل. هيا حسنا، لن أتركك تعيش. يس، موت موت. واو، ما هذا؟ لديه الهيلث قوية جدا. يس، ايوه، واو، لا يموت بسهولة. ما هذا الوحش؟ مات. أعتقد أننا اقتربنا من قتله. قتله صعب جدا بصراحة، فإننا محظوظين جدا لأنه لا يهاجمنا. لو هاجم الناس فسوف يقتلونا. انظروا، جميع الوحوش التي التقينا بها حتى الآن قتلناهم بسرعة كبيرة مع هذا الوحش. أتمنى أن لا يهاجموني، لأن إن هاجموني فسوف يقتلوني. وأخيرا وبعد عناء طويل قتلته. واو، ما هذا المخلوق الغريب؟ قوي جدا، لم أعتقد. أوه، الضباب مجددا. واو، لقد أتى واحد آخر. واو، سنهرب سنهرب إلى الخارج لأن هنا لا أرى أي شيء. هيا الحق بي أيها الوحش. أين أنت؟ أين هو؟ أوه، إنه خلفي، إنه خلفي. حسنا، سوف أزيل هذه النظارات. جيد. الآن يس. واو، رأيتم؟ أخبرتكم بأن هذا الوحش لا يمكنكم قتله بسرعة، وإذا هاجمكم فسوف تقعون في مشكلة كبيرة. هذا المكان خطير جدا. ايوه، هذا السلاح هو المناسب له. واو، ما هذا الوحش المخيف؟ بصراحة أنا ليس لدي وقت لكي أضيعه معه، لذا سأحاول قتله بسرعة. أيوة، أنا أقوى منك، أنا أقوى منك. واو. واو، سأستخدم هذا السلاح، سأجرب هذا السلاح فيه. واو، حسنا هزمته وأخيرا استطعت القضاء عليه. سأتوجه إلى سيارتي. أوه، الضباب مجددا، هذا يعني سيخرج لنا وحش آخر. أين سيارتي؟ لا، سرقت سيارتي. صح، قال لقد سرقت سيارتي. حسنا، لا مشكلة، سأستدعي سيارة أخرى بسهولة كبيرة. أوكي، سنذهب إلى المكان التالي. أين هو؟ أين هو؟ هذا هو المكان التالي، يوجد هنا، لهذا سآتي إلى هنا. حسنا، وصلنا للمكان وسنرى، سنلقي نظرة. أين هذا الوحش؟ هذا المكان الذي يزعمون بأنه خطير جدا. أوه، الضباب. واو، رأيت شيئا ما هناك. اخرج اخرج يا سي جاي، اخرج. سأستخدم. أوه، لقد أتى، إنه قادم باتجاهي.
هذا غوريلا. إنها غوريلا. واو، أول مرة أرى غوريلا في لعبة جي تي إي سان أندرياس. واو، ابقى بعيدا عني، ابقى بعيدا عني أيتها الغوريلا. أوه، لقد قتلتها بسهولة. أوه، إنها كانت تعيش هنا. يا لها من مسكينة، قتلنا غوريلا. هي كانت تعيش في هذا المكان. واو، حسنا. الآن سنذهب إلى المكان التالي. أين هو؟ المكان الرابع على ما أعتقد. المكان الرابع، نعم، والخامس. لحظة. نعم، المكان الخامس. المكان الخامس يوجد في هذه البحيرة. أوكي، سنتجه إليه. حسنا، وصلنا إلى مكان يعتبر من بين أخطر الأماكن في جي تي إي سان أندرياس، وهذا ما يقولونه. والنار الآن سنكتشف إذا كان صحيحا أم لا. شيء ما هناك، شيء ما يوجد هنا. أعتقد أن هذا زومبي. مرحبا يا زومبي، أنا هنا. أي أي. إنه يهرب، إنه يهرب. واو، هذا المكان سهل. هذا المكان ليس خطيرا يا أصدقاء. هذا الزومبي صحيح أنه وحش زومبي، لكن جبان. فهذا الوحش أكثر جبنا من بين تلك الوحوش الخمسة. ولقد قتل شيئا ما هنا، ولا أعلم. رجل، أو أم أنه زومبي آخر مات، أو لا أعلم. حسنا، هذه هي الأماكن الأكثر خطورة في سان أندرياس يا أصدقاء. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو كذلك، وإذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا لايك والاشتراك في القناة، ولا تنسى أيضا تعليق لتحفيزنا يا أصدقاء. وشكرا، شكرا لكم أيضا على دعمكم الرهيب. كان معكم أيوب من قناتي بإندي جيمز. مع السلامة.